التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث أطلع رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على سير العمل والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد توفير احتياجات المواطنين من الطاقة والمواد الغذائية وتزويد الأسواق بها. وفي هذا الصدد وجه الرئيس بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة. وشدد الرئيس على أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض السلع. بدأ المتحف المصري بالتحرير منذ أمس الاثنين عرض قطع أثرية لم يتم عرضها من قبل. وأوضح العناني في بيان له اليوم الثلاثاء أن عرض قطع أثرية لم يتم عرضها من قبل بداية كل شهر هو تقليد جديد اتبعته الوزارة منذ فترة لتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى المتحف، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة الكامل على إعادة الدور الهام الذي يلعبه المتحف المصري كواحد من أهم المتاحف المصرية على مستوى العالم. كشفت وكالة الفضاء الصينية لأول مرة عن صور عالية الدقة للقمر تستعرض تفاصيل هذا الجسم البعيد وتظهر الكثير من خصائصه بشكل مذهل، إذ تعد هذه الصور الأكثر دقة ووضوحا لسطح القمر. ووفقا لموقع الإلكتروني لصحيفة الديلي ميل البريطانية، وصل المسبار الفضائي تشانغ إلى سطح القمر في ديسمبر عام 2013، وكان أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر منذ ما يقرب من 40 عاما، جنبا إلى جنب المسبار الآخر يوتو الذي تمكن من جمع ثروة من المعلومات. أثارت نسخة سرية من الكتاب المقدس يقال أن المسيح تنبأ فيها بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض اهتماما جادا من قبل الفاتيكان، وتقدر قيمة هذه النسخة ب14 مليون جنيه استرليني. ووردت أخبار تفيد أن البابا السابق بندكتوس السادس عشر قد طلب بأن يرى نسخة الكتاب التي عمرها 1500 عام والتي يقول عنها كثيرون أنها إنجيل برانابا الذي تم إخفاؤه من قبل الدولة التركية على مدى السنوات الماضية. نسخة الإنجيل هذه مكتوبة يدويا بخط مذهب وتم صياغتها بنفس لغة يسوع الأرامية الأم، ويقال أنها تحتوي على تعاليم المسيح المبكرة وتخبر الناس بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. وقد تم اكتشاف النص في مجلد مصنوع من جلود الحيوانات وعثرت عليه الشرطة التركية خلال عملية مكافحة للتهريب عام 2000. قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية رئيس لجنة الخمسين أن لقاءه اليوم بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان لتهنئته بانتخابه لرئاسة البرلمان، موضحا في سؤاله عن رأيه بأهمية وجود تحالفات تحت قبة البرلمان قائلا: هذه المسألة متروكة للنواب وللحركة داخل المجلس، لكن المهمة الأساسية لعمل البرلمان هو التشريع بالأساس. نشرت قناة سيسي تي في مقطع فيديو مروع لامرأة كادت أن تفقد حياتها بالقفز من شرفة شقتها في الطابق التاسع بمدينة شنغهاي الصينية. وظهرت السيدة في الفيديو وهي تهدد بالانتحار بعد شجار عائلي مع زوجها، حيث وقفت خارج إطار الشرفة وتشبثت فقط بذراع زوجها لحين وصول أحد رجال الأطفاء الذي خاطر بحياته ونزل من الطابق الحادي عشر بواسطة حبل وساعد الزوج في حمل السيدة وإدخالها مرة أخرى إلى الشقة. قررت محكمة جنح الجمالية والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزنهم اليوم الثلاثاء قبول استشكال الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه عاما بتهمة ازدراء الدين الإسلامي شكلا والرفض في الموضوع واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده. صدر القرار برئاسة المستشار محمد صبحي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قفز المدرسين من أعلى سور المدرسة هربا من حضور لجان التصحيح بمحافظة الشرقية،
ويظهر الفيديو المدرسين أثناء تسلقهم أسوار المدرسة والقفز من أعلاها للهروب من تصحيح أوراق الامتحانات. قضت محكمة الصلح في القدس بالسجن 6 أشهر لرئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمارت. وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن الحكم جاء في إطار تسوية بعد اعترافه بمخالفتين في القضايا المنسوبة إليه، وفرضت المحكمة أيضا غرامة 50,000 شيكل إلى جانب السجن. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أولمارت بالتهم المنسوبة إليه. دهس قطار ظهر اليوم الثلاثاء سيدة تدعى زينب وتعمل إدارية بمدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ولقيت مصرعها في الحال. وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة. أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صباح اليوم زيارة لمستشفى سند بالسعودية، وذلك بمجرد وصولها للأراضي السعودية حيث اطمأنت على صحة مصريين مقيمين بالسعودية وهما محمد الليموني وعمر حسن، كان قد تعرض لحوادث طرق ويواجهون بعض المشاكل، فتواصلت الوزيرة معهم وذهبت لزيارتهم بالمستشفى لتقديم الدعم لهم. يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم وصلت صباح اليوم الثلاثاء للسعودية في زيارة تستمر لمدة 3 أيام بالرياض وجدة، تلتقي خلالها الجالية المصرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة ووزارة الهجرة بالمصريين في الخارج، خاصة وأن أكبر تجمع للمصريين في الخارج بالسعودية.